وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الكريم يقول: نرجو أن توجهوا كلمة للآباء في أن يعينوا أولادهم على برهم. أعظم ما يقال في ذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائلا كل عبد عما استرعاه رعية حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يسألك عن أهل بيتك. وفي قصة عمر في الرجل الذي جاء يشكي ابنه لعمر: إن ابني يعقني. وإن كان في القصة ما قال عند بعض أهل العلم، فقال: يا هذا ما لك بأبيك؟ قال: ما حق الولد على أبيه يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يحسن اسمه وأمه وأن يعلمه شيئا من القرآن. قال: أما اسمي فسماني جعلا. تعرفون الجعل؟ الحشرة السوداء هذه. وأما أمي فكذا وكذا، وأما القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. فقال: إليك عنا يا هذا، فقد عققته قبل أن يعقد. ولذلك يقولون: رحم الله من رباك. صح؟ هذا هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسب أحدكم أباه. تعجب الصحابة، قالوا: كيف يسب أحدنا أباه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. تروح تقول الله يلعنك، يقول لك الله يلعنك ويلعن أبوك كمان ويلعن جدك السبعمية. سبحان الله، شفت كيف جبت السب لمن؟ لأبيك. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذا. اليوم وقفت على شاب عند المدرسة، مدرسة راكب همر وكذا، ونزل منها وجاء يدخن وسلسال في رقبته وخاتم في سبابته. وقفت عليه وسلمت عليه وكذا، قلت له: ما شاء الله انت شاب صغير ما زلت وكذا، كيف حالك؟ قال: والله شيخ انا عاطل باطل، ما عندي وظيفة، عندي الثانوية بس. قلت له: لا، تذكرت قول الشيخ بن باز انه لا يجوز ان تقول نحن في يوم عطلة، فان المسلم لا يتعطل. قول احنا في يوم اجازة، ما تقول احنا في يوم ايش؟ عطلة. المسلم لا يتعطل، والمسلم لا يكون عاطلا ابدا، الحمد لله رب العالمين. لا يقول احدكم خبثت نفسي. قلت له: ما شاء الله تستطيع. قلت له: الآن في تطبيقات موجودة توصيل أشياء للبيوت وكذا. قال: والله السيارة يعني ما تنفع دي همر. قلت له: طيب شو بسيارة تاني؟ المهم استرسلنا في الكلام. قلت له: طيب الدخانة انت مثلا بتجيبه؟ قال: أبويا بيجيبه لي. أي والله، قال أبويا بيجيبه لي، صادقا كان أم كاذبا، إنه راكب سيارة همر ما شاء الله. يعني فلذلك نقول يا أخواني، يعني كيف هذا يا أخي؟ إن لم تكن مع أولادك محافظا على الرعية لا تكن لهم مفسد، ما تكن لهم مفسد، جزاك الله خير. هذا الولد الآن لما يجي له سرطان يأتيه مثل هذا، والأموال يضيع، ولا صلاة ولا عبادة ولا غير ذلك. كان بعض السلف يقول: إني أصلي الليل لأجل ابني. لا يقعد يقول واحد هنا: لا، وين النية؟ يا أخي النية عنده منتهية أصلا، هو عارف أنه بيعمل لله، لكن يقرن معها صلاح إيش؟ صلاح الأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم من أجل هذه، لا يقول أنا أصلي من أجل هذه عشان هدية كده تجيني كده، من أجل هذه، من أجل هذه الآية. وكان أحد السلف يسجد ويقول: اللهم إني لأحسن التربية، فرب لنا أولادنا يا رب. ولذلك نقول: لابد للآباء أن يحرصوا على هذا، يحرصوا على صلاة الأبناء. عند أبي داود: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لابد أن تكون حريصا على صلاته، على صلاحه، أن تعلمه شيء من القرآن، أن تصاحبه، وأن تأخذ بيده إلى الخير، وأن تعينه على ذلك. وقبل كل هذا أن تكون أنت قدوة صالحة لابنك. لابد أن تكون أنت قدوة صالحة لمن؟ لهذا الولد. لأن الولد يقلد أباه. مشى الطاووس معوجا صباحا فقلد مشيته بنوه. الطاووس مشى معوج، فقال: ما بكم؟ قالوا: إن كل ابن لأبيه طائع ونحن لك مقلدوه. ولذلك قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتان منا على ما كان عوده أبوه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وأمر أهلك بالصلاة. ما قال ربنا واصبر على، قال واصطبر
عليها دلالة على المشقة التي ستجدها في هذا الباب، وتحرص عليها شيئا فشيئا حتى ييسر الله عز وجل لك فيها توفيق وفيها السداد مع الدعاء أيضا، فهو باب عظيم.